اهلا بحضراتكم مره تانية. استاذنا وعلمنا الجليل، يعني هل لا زالت مصر تحتفظ ربما بواحده وربما هي الاجود وهي الافضل من قواها الناعمه الا وهي الازهر الشريف؟ لماذا لا نستغل هذا الامر الان؟ في امور في هذا احب اقولها لعلها تسجل في التاريخ. عبد الناصر رحمه الله لما قام بالثوره كان بيفكر تملي في جزئياته، انه هو كيف يطور، كيف يغير، كيف يفيد الشعب، كيف كذا الى اخره. ففي يوم فكر انه يلغي الازهر. يلغي الازهر. يعني نطوره كده، نغريه ونعمل مثلا وزاره الاوقاف مكان، حاجه كده، فكره كده. وكان عنده احمد سكرنو. طبعا. واحمد سكرنو معروف انه هو اشتراكي، يعني ما هوش من الاسلام السياسي ولا حاجه، ده راجل يعني متبني حتى الشيوعيه كان في بتاع. فالمهم انه احمد سكرنو بيحب عبد الناصر وعبد الناصر يحبه، في باندونج بقى والحاجات دي هي كلها. فقال له بتعمل ايه يا جماعه؟ قال له ده انا هوقع النهارده يعني بقى قرار جمهوري بالغاء الازهر. قالوا ازاي يعني تلغي الازهر؟ ازاي هتلغي الـ النيل، هتلغي الهرم؟ احنا لا نعرفكم اصلا الا بالازهر. يا سلام. هو احنا بيننا وبين بعض علاقات تجاريه، علاقات ثقافيه، هي الحدود مشتركه خلص. هو في ده ما فيش اي مصالح ولا مشاكل، انما اللي نعرفكم بيه بس هو الازهر. الطلاب الاندونيسيين اللي بيتعلموا في مصر، انا شايف ان ده قرار اولا خطير وثانيا خطا. عبد الناصر يسمع، كان يسمع ويسمع كويس، والقصد بتاعه هو مصلحة البلد. يعني هو بيعمل كده متخيل على قد ما عنده من المعلومات. فلما أحمد سكرنو قال له كده، قال له ما نعمل إيه في الحتة دي؟ قال له لا، ده أنت تؤكد على الأزهر، ده أنت تؤيد الأزهر وتعمق الأزهر. قال له طيب. والكلام ده كان سنة في حدود 59، وابتدى عبد الناصر يجيب سليمان حزين ويجيب العريان سعيد العريان عشان يصوغوا قانون 103 لسنة 61 اللي فيه تطوير الأزهر وكيف يصبح عالميا، وأول بند فيه إن الأزهر ده هو مرجع الإسلام في العالم. سبحان الله. مش في مصر. وإذ بعبد الناصر ينشئ المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. صحيح. ومجله منبر الاسلام. واذا عبد الناصر وكان ينشئ السبب جاء من اندونيسيا، من اندونيسيا وليس من مصر، ينشئ اذاعه القران الكريم. واذا عبد الناصر ينشئ يعمل قانون تطوير الازهر، واذا عبد الناصر الله 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 في ايه؟ في انه تنبه، واللي نبهه صديقه احمد سكرنو ان الازهر ده هو قوة مصر في الخارج، وإن عندك كل الشرق ده ما عرفكش إلا من خلال الأزهر. صحيح. وهكذا. صحيح. وفعلا صدر القانون. طبعا خالفه من خالفه واتفق، ما هذا شأن الإيه؟ شأن الدنيا هكذا. إنه نتفق ونختلف. وإن كان القانون ده بعد مضي من 61 لغاية دلوقتي يبقى 50 سنة وشوية، عايز يتغير. ليه؟ توائما مع، بغض النظر عن تقويمه في وقته. نعم. أو ما نتج عنه أو ما أمكن تطبيقه، عايز الآن يتغير. نعم. ولذلك فضيلة الإمام الأكبر يعني بيحضر لهذا. نعم. التغيير بحيث أن يتواءم القانون مع الواقع، مستجدات الواقع طبعا، ومع 40 سنة. دور الأزهر في القوة الناعمة اللي حضرتك بتقول أكيد. عليها أكيد. هذه أكيد. شق آخر يا مولانا في طلب العلم ليس فقط بأن يأتي المغترب إلى مصر لكي يتعلم، وإنما المصري الذي يسافر للخارج لكي يحصل العلم غالبا ما يكون في العلوم الدنيوية، الطب، الهندسة، علوم الفضاء، في غيره من الأمور. هل هو أيضا يعد من طلاب العلم الذين تحدثت عنهم الأحاديث النبوية الشريفة بأنهم بهذا يسلكوا به طريقا إلى الجنة؟ ماذا لو كان هذا الشخص غير ملتزم دينيا؟ يعني شخص زي حالتي، يعني الأمور بالنسبة له بسيطة، ويعني غير متخصص في أمور الدين.
هل هنا ينطبق عليه الحديث؟ انت غير متخصص لكن انت ملتزم. بارك الله فيكم مولانا. فانت غير متخصص. الناس اللي طالعه دي هي طالعه، ما احنا جبنا زويل واخد بالك. فاحنا دلوقتي الناس دي بتخدم بلدها، الناس دي بتخدم ايضا دينها، الناس دي بتخدم الناس بتوعها اهلها. ولذلك اللي بيخرجوا في الخارج دول على صنفين، صنف بيفيد البلاد والعباد بسمعته واسمه، وفي صنف تاني بيفيد بذاته، بيرجع بقى ليفيد بذاته. طبعا داخل في هذا بدون شك احنا بنقول انه ده كده، لكن ده كمان في حاجة، وهي ان احنا اشتركنا في جامعة في كازاخستان، نعم، بنشترك في التدريس في باكستان، بنشترك في التدريس في أمريكا، في النمسا، احنا موجودين في بلجيكا، في هولندا. احنا الحمد لله كأزهر موجود بعثات كانت تقدر ب60 بعثة ما شاء الله من رجال الأزهر يعلمون الناس في العالم في 60 دولة في نفس التوقيت. ده شيء جميل. فالأزهر مش فقط هنا، ولا فقط ان هو بياخد الوافدين، احنا عندنا اكتر من 30,000 طالب وافد على فكره. 30,000 طالب وافد اللي هم على 103 جنسيه. ال 30,000 طالب وافد دول الرعايه بتاعتهم تامه، لدرجه ان احنا بنينا ليهم حاجه اسمها مدينه البعوث. طبعا هنا في الدراسه المبتعثين. يعني طبعا شيء جميل يعني. والكلام ده من 50 سنة. صحيح. وقمنا بدورنا وما زلنا نقوم بدورنا في هذا، ثم لم نقتصر على مصر وإنما ذهبنا إليهم. ثم أيضا دكتور محمود حمدي زقزوق واخد الدكتوراه بتاعته من ألمانيا، الدكتور محمد البهي أستاذه واخد الدكتوراه من ألمانيا، وهكذا الشيخ دراز رحمه الله وهو أبدع من كتب في هذا وإلى آخره. فإحنا انفتحنا على العالم، وإحنا مسكنا هذا لغاية السبعينيات. وفي السبعينيات زوحمنا، فإذ بها ما فيش تمضي 30 سنة إلا والبرجين ساقطين في أمريكا في ودخلنا في عالم تاني. صحيح. إحنا مسكين الحدوتة دي من 1830 أيام عياد الطهطاوي لغاية 1970 ما حصلش ولا حادثة. لا ان شاء الله بعد كده ان شاء الله تكون الامور دائما في اظهار الازهر بجهود رجال العالم الاسلامي في حاجه الينا. اكيد يا فندم. العالم العربي في حاجه الينا، افريقيا، اسيا في وثم ان العالم كله في حاجه الينا. مولانا معانا كم من الاسئله، حقيقه موضوع مهم جدا طبعا عن دور الازهر، لكن هنتركه للدكتور اسامه الازهر اللي كان يناقش فيه مولانا ان شاء الله بعد قليل. ولكن انا اتلقى اتصالات حضراتكم الان. معنا على الهاتف الاستاذ فؤاد، واعتذر ليك يا استاذ فؤاد على الانتظار. تفضل. لا شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال لفضيله الامام، هل يجوز استكمال مال الحج عن طريق الاقتراض بضمان او هيئه ادخاريه؟ بضمان ايه يا فندم؟ استكمال مال الحج. مال للحج عن طريق الاقتراض بضمان او هيئه ادخاريه. طيب. بضمان او هيئه ادخاريه. شكرا يا فندم. حاضر. ام محمد. ام محمد. طيب استاذه هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. والله انا عايزه اشكر فضيله الشيخ، وعايزه اقول لفضيلتك ان ربنا جعلك سبب اني خلاني ابص لامور ديني ودنياي وحياتي بشكل ثاني، واسعى ان انا اتفقه ان شاء الله واعرف امور انا ما كنت اجهلها. وعايزه اقول لحضرتك كمان إن جزاك الله خير عن كل ما تقدمه لنا يا رب، ويجعله سبب في ميزان حسناتك، وربنا يحفظك ويخليك لنا. الله يخليك يا بنتي. سؤالي يا فضيلتك، إن رغم إن أنا يعني تعلمت وتثقفت في أمور أخرى كتير، لكن أنا عندي جهل بأمور ديني فعلا. فأنا كنت عايزة أسأل في المانع الشرعي لدى المرأة اللي هي بإيقاف الصلاة والصوم. فضلتك أنا قعدت سنين طويلة جدا أصوم رمضان، ولما يجي المانع الشرعي فأنا بتوقف عن الصيام، ولكني
كنت اجهل ان انا اعوضه او ان انا اقضيه او ان انا اصومه. فانا يعني ليا سنوات طويله يعني طول عمري تقريبا ما صمتش الايام اللي فاتتني. فانا المفروض اعمل ايه؟ هل ليها كفاره او اصومها او يعني اعمل ايه؟ حاضر يا استاذ. طيب حاضر يا فندم. الاستاذه ساره. استاذه ساره. الو. اهلا يا فندم اتفضلي. بحضرتك كنت عايزه اسال دكتور عادي عن خدمه سلفني شكرا اللي بتعملها شركات الاتصالات. هو المفروض ان هم بيسلفوا مثلا مبلغ معين بس بيترد بيتقال يعني في المسج ان انا لما اجي هرد بزياده، هل ده يعتبر ربا؟ حاضر ماشي. خدمه سلفني شكرا بتبقى بمقابل مادي ازيد نتيجه الخدمه، يعني سلف 5 جنيه وردهم 7 جنيه مثلا يعني. الاستاذه علا اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مولانا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. ممكن بس اعرف ايه الفرق بين العقاب والبلاء والذل؟ حاضر. العقاب والبلاء والظلم. والظلم. حاضر يا فندم. حاضر. استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك كنت انا بحب كل جمعه على الاخر حضرتك. اتفضل. حضرتك معايا سؤال. حضرتك مترافع قضيه عند المحامي تمام، والمحامي بعدين كسب القضيه وما فيش حكم. وبعدين رفعت عند محامي ثاني زميلي وكسب الحكم ونفذ القضيه. واخدت فلوس من المحامي الثاني. بعدين المحامي الاولاني اتصل بيا بعديها باربع شهور قال لي انك كسبت القضيه وخد على فلوسك. وتعالى خد فلوسك؟ تعالى خد فلوس. انا دلوقتي خدت فلوس مرتين من الدوله. عايز ارجع الفلوس للدوله. اللي هو تعويض يعني، خد التعويض صرف تعويض مرتين؟ لا انا خدت المحامي الاولاني كسب القضيه واداني الفلوس بتاعتي. تمام. والمحامي الثاني كسب القضيه واداني الفلوس بتاعتي. وغالبا الموظف اللي هو شغال في الدوله ده غلط وطلع فلوس مرتين. ما انا قصدي كده. طيب حاضر حاضر. عايز تردهم ازاي؟ حضرتك عايز ارجع فلوس للدوله. لو رجعتها للدوله هخسر حوالي 900 جنيه. طب حاضر يا فندم. حاضر حاضر. كيفيه الرد بقى هيبقى زي بس معانا بس تليفون من احمد. تفضل. من كفر الشيخ اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيك مولانا وشرح الله صدرك. اهلا يا احمد اتفضل. الله يخليك يا فندم. هو قال لمراته لو انت طلعت من البيت هتكون صادق بالكلام، ولو رحت عند ابوك خليك هناك وما تطلعيش. بعد كام يوم كان في فرح فقال لها لازم تروح الفرح. قالت له طب والولد الصغير؟ قال لها وديها عند ابوك في البيت. فمطلوب حل شرعي. بارك الله فيك وشرح الله صدرك. حاضر حاضر. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ احمد. اتفضل يا مولانا. الاستاذ فؤاد. ايوه نعم يجوز ان انا استلف. هو بيقول بضمان اوعيه استثماريه او غير ذلك يعني. بستلف من الناس ساعات، استلف من الشركه نفسها بقول لها انا هطلع على النوتة على الحساب وقسطولي وقسطولي وهكذا. فكل هذا جائز. جائز. نعم. الاستاذه هبه مساله المنع الشرعي بتعويض الصيام. هتقضي. فانت لو انك مثلا اديلك 30 سنه نقول كده، انا ما اعرفش طبعا سن هبه ايه. فأديلك 30 سنة ما قضيتيش، 30 في 5 ب 150 يوم. لو صمتي الاثنين والخميس هيخلصوا في سنة ونص. شفت ازاي؟ صومي الاثنين والخميس على طول. بس حاجة بسيطة خالص، اتعودي على صيام الاثنين والخميس. بنية القضاء يا مولانا. بنية القضاء وما فيش كفارة، لأنها كانت تجهل الحكم. ما كانش تعرف إنه ده في قضاء ولا حاجة. إحنا بنسيب الصلاة ما بنقضهاش، نسيب الصيام ما نقضوش. ده المنطق بتاعها كده. فاتضح انه لا، الدين بيقول لها اقضي. فيبقى تمام. ايوه هتقضي ونقضي من دلوقتي وكده. طيب قالت لي لا ده انا كبير وفوق الستين ومش قادر اصوم، ده انا بصوم رمضان بالعافية. يبقى كل يوم له مسكين، والمسكين بعشرة جنيه. بس هتحسبها كده، هتحسبها خمس ايام يعني. فمن اول ما بلغت تمام. بلغت عندها 15 سنة وهي دلوقتي عندها 65، يبقى وارتفع عنها الحيض وهي عندها 55، يبقى 40 سنة. 40 في 5 ب 200، 200 في 10 ب 2000، وتقدر تقسطهم.
تمام اجزاء يعني مجزئ. على اجزاء مجزئين. طيب استاذ ساره بتسعى خدمه سلفني شكرا وتدفع مبلغ ايه؟ هو مش سلفني شكرا خلي بالك بس علشان دي حته دقيقه شويه. كلمني شكرا. انا مش عارف هي قالت سلفني هو قالت سلفني ولا كلمني؟ لا هي قالت سلفني سيان. طيب. يعني لا مش سيان لانه هي القضيه انه ده خدمه دي خدمه والخدمه بياخد فيها زياده بس. فبيقول ايه؟ انا هديلك 100 دقيقه فانا اللي بستلفه ال 100 دقيقه صحيح اللي هي في الجدول ب 5 جنيه وفي السداد ب 7 جنيه خلاص. فدي مش 5 قصاد 7 لا دي 100 ب 50 قرش هنا وب 70 قرش هنا يعني دي خدمه نظير خدمه نظير خدمة. مش ما ينطبقش عليها كلمه العقاب والبلاء والظلم يا مولانا ما الفرق؟ الظلم التصرف في ملك الغير. الظلم ان انا اوقع شيء على انسان ده ظلم ولذلك لا يتصور الظلم في حقه تعالى ولا يظلم ربك احدا وما ربك بظلام للعبد ابدا. ليه؟ لانه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء. البلاء ده بينزل لرفع الدرجات. انا ما عملتش حاجه وماشي سليم 100% ثم ابني مات هذا بلاء. البلاء وظيفته الصبر لكن لما انا ارتكب اثم فاذ بالله سبحانه وتعالى من رأفته بي ينبهني ويخليني وانا ماشي اتشنكل وتتجزع رجلي او لا 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 انا كنت ماشي في سكه غلط ده انا يصغر كنت ماشي في سكه غلط يبقى دي رحمه من عند الله ان هو منعني صحيح. او نبهني صحيح. او امرني ان انا استغفر ربنا ووظيفه العقاب الاستغفار. يبقى اذا وظيفه البلاء الصبر ووظيفه العقاب الاستغفار. ايه الفرق؟ ان في البلاء انا ما عملتش حاجه لكن في اختبار والنبي عليه السلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بالنسبة لمحمد اللي كرر التعويض تعويض الدولة بقى خد لازم يرجعها بيقول لك أنا هتكلف 900 جنيه زيادة ما تتكلف. الله يا محمد ما أنت واخد صحيح. قبل كده ثم أنك عملت كده ليه وخدته كده ليه ده خطأ إحنا وقعنا فيه سواء كان الموظف اللي كرر الصرف وسواء كان محمد وسواء كان المحامي. وبعدين نمرة اتنين انت رايح للمحامي الف علشان يرفع لك قضية رحت المحامي به ليه؟ انت رحت للمحامي الف خليه رفع قضية في دايرة لا. والمحامي به رفع قضية في دايرة تانية أكيد. واحنا لسه يعني ما تمكناش من النتورك وان من الربط ده فعليك يا محمد يرد انك مهما كانت التبعات يعني مهما كانت التبعات. طب استاذ احمد بيسال بقى عن مساله اليمين والحلف باليمين والطلاق والكلام. في عندنا في الفقه مخرج اسمه يمين الفور. يمين الفور بيقول لها ايه؟ تكوني طالق لو رحت لابوك يعني النهارده دلوقتي السبت فات السبت خلاص بنضي خلاص لانها ما راحتش بس الفكره في نيته هو مولانا يعني لو رحت لما نقعد على فكره لما بنقعد نحقق بنطلع انه اصلا ملوش نيه هو عايز يغيظها عايز يامرها عايز يشاكس معاها ده اغلب الناس يعني فحضرتك اليمين الفور ده معناه انه فورا هي ما راحتش جت بعد كده. الدليل على انه يمين فور ايه؟ انه هو بيقول ودي الواد لابوكي طب مش انت اللي قلت ما راحلوش قصدي ما تروحلوش ساعتها هو ده بالظبط يا مولانا تاخد بالك قصدي ما تروحلوش ساعتها فالكلمه دي كشفت صحيح. نيته صحيح. لما بنيجي بقى نكلم الناس لا عارفين نية ولا عارفين ده ولا ده فإحنا بنقول إن المخرج هنا هو يمين الفور. يمين الفور فده ما يعدش يمين طبعا. وما يعدش حاجة وما فيهاش طلاق طبعا. ولا حرف طيب. بس بنقول طبعا. لأحمد ما يعملش كده تاني طبعا. ما عرفش أحمد ده هو الزوج ولا هو الأب لا ولا هو كذا الأب بيسأل على الموقف اللي حصل معه الموقف إنها تروح تودي الولد وتروح الفرح وتعمل كذا ويبقى ده يمين الناس فور الناس اللي بتعقد على نفسها مولانا والله الحياة بسيطة يعني الدين يسر والدين حلو وفي حاجات كثيرة ولكن اهو واحدة واحدة لغاية الناس ما تتعلم. طيب
بارك الله فيكم مولانا. في مشاركات كتير على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الاس ام اس، هناخد بعضها ان شاء الله دلوقتي. نبدا بسؤالنا اللي كان على الفيسبوك، كان بيقول ما اهم سؤال تريد طرحه حول الاغتراب لتحصيل العلم لمعرفه راي الدين فيه؟ هناك الكثير من المشاركات لكن هقرا بعضها. الاستاذ محمود حماد بيقول من المعروف ان اغلب المغتربين لطلب العلم يكونون باجبار مكاتب التنسيق، وقد تغيب عن أكثرهم النية إلا أنهم يغتربون لتحصيل الشهادة، فما الحكم؟ هل يلزمهم إعادة النية؟ سؤال الحقيقة مهم جدا. بدر الأزهري بيقول هل عندما يخرج الشخص من بيته فهو كمجاهد في سبيل الله، وهل هناك حرمة في تخريب الأماكن المخصصة للعلم؟ أيضا سؤال هام. أبو القاسم حمدي يقول ما هي أفضل طريقة للتعلم على المنهج الأزهري الأصيل، وماذا يفعل من يصب عليه اذهاب الى الجامع الازهر الشريف مع الشوق اليه؟ ايضا سؤال مهم. ابدا مع حضرتك بالاستاذ محمود. مكتب التنسيق ودا بدل ما هو قاعد في طنطا، لا ودا المنيا. نعم. كده بقى مغترب و... محكوم عليه بالرحله، منفق. ربنا حكم عليه بالرحله ولذلك فهو مغترب وله اجر. نعم، مفيش تجديد نيه ان انا احتسب ده الى الله، وما فيش خلاص. ما هو الإنسان بقى يبقى لازم يكون عنده ذكاء في التعامل مع الله. لما أنا رايح أيوة. خلاص احتسبها، كل عمل يحتسبه، ما يتبرمش، يرضى. جميل. ويسلم. الأستاذ بدر الأزهري بيقول الشخص اللي بيخرج من بيته فهو كالمجاهد في سبيل الله، فبالتالي ما هي حرمة تخريب الأماكن الخاصة بدور العلم وما أكثر احنا بنشوفه فساد؟ يعني والله لا يحب الفساد. طيب، فكرة الطريق إلى الجامع الأزهر الشريف مع نحن بقى ربنا أبدل يعني حطنا بقى إيه الفيسبوك والمواقع والتي في وكذا إلى آخره، كل الحاجات دي ممكن عن طريق النت وعن طريق طبعا. هذا أنه يتواصل مع المشايخ اللي في الأزهر، يسمع أكيد. محاضراتهم ويقرأ كتبهم ويتواصل. طيب، في أسئلة على الاس ام اس. في سؤال، هل إزالة الشعر الزائد من الحاجب هو النمص، وما حكم الشرع فيه لو كان بناء على طلب من الزوج؟ الشافعية والحنفية يرون أنه ما دام بإذن الزوج فهو جائز. إذا كان بإذن وهو الزوج وهو فعلا الخاص بالحاجبين اسمه النمص، فهذا النمص بإذن الزوج يبقى جائز. لكن هل طاعة لمخلوق في معصية خالق إذا كان هو بالأساس محرم يا مولانا؟ لا، هو الحكم هو محرم لعلة ولا محرم في ذاته؟ نعم، أكيد لعلة ولا أكيد لعلة. ماشي ماشي خلاص، شفتي؟ ماشي، أكيد لعلة. إيه هي العلة؟ لفت الأنظار، التدليس على الزوج. التدليس على الزوج، فالزوج موافق يبقى مفيش العلة. تمام، يبقى حلال. يبقى إذن الشافعي بيفكر كده، أبو حنيفة بيفكر كده، بيقول أول حاجة هو ده معلل ليه علة ولا ملوش؟ فراح قال لا، ليه علة. طب إيه العلة بتاعته؟ قال إن إحنا مندلس على الزوج، على موجود الزوج. في الحديث إنه ده التدليس على الزوج. طيب أدام تدليس على الزوج، طب الزوج موافق، قال يبقى خلاص حلال. يبقى إذا الناس وهي بتقول هم بيقولوا عن علم. بيقولوا بعد تمحيص الأمور. عندهم حاجة اسمه الحديث التعبد وحديث المعلل، والحديث المعلل ده بيبحثوا عن علته، ويبحثوا عن علته بتسع وسائل. أكيد. شوف إزاي العمق. طبعا. فإذا هؤلاء الناس، ما هو احنا بنقول لهم كده، بلاش التضجين يا جماعة الخير في الفتاوي وفي كذا إلى آخره، لأن ورا الكلام ده علم كبير جدا، وهؤلاء الناس كانوا مؤتمنين على هذا الدين وكانوا أتقياء أنقياء لم يخافوا في الله لو ما تلقى. طيب، في الحقيقة بس سؤال مهم قبل بس ما اخد التليفون من الأستاذة ليلى جدالة. الحقيقة بتقول معلش سؤال مستعجل لو سمحتم، أنا موظفة وتحويشت العمر، ينفع أحطها في وديعة في البنك وأخد أرباحها؟ هل الأرباح حلال ولا حرام؟ يعني واضح إن هي حلال. علة يعني عندها سبب. حلال. نعم. حلال. طيب، معنا تليفون الأستاذة رحاب، اتفضلي يا فندم. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. أحب أرحب بشادي وأستاذي وشايفي ومعلمي فضيلة الدكتور علي جمعة. الله يخليك، اهلا وسهلا يا بنتي. حضرتك، والدي اشترى قطعه ارض لا هي زراعيه ولا اجرها من سنه ونص. ما حكم الزكاه فيها؟ طيب. وبعدين والدتي سبب رئيسي بعد ربنا طبعا في حب حضرتك.
فارجو تدعي لها بالشفاء ونستنى نقابلك ونسلم على حضرتك. ازاي؟ حاضر، ندعو لك بالشفاء وان شاء الله ربنا يقدر هذا اللقاء ان شاء الله. تفضلي معلم. فكره اللي هو بس الاتصال ده الحياه لحد دلوقتي يعني الارض زكاتها نمره واحد عند الشافعيه على الحبوب. يعني افرض الارض دي انا عملتها موز، عملتها برتقان، عملتها مانجا، ما عليها الزكاه. نعم، عند الحنفيه عند كل ما خرج من ارض عليه زكاه. وبعدين نمرة اتنين في نصاب للمحصول، النصاب ده قيمته 650 كيلو خمسة وسق. ال 650 كيلو دول 650 كيلو قمح، ذرة، فول، اي حاجة زي كده يبقى عليه زكاة. اقل من كده معلش زكاة. والزكاة انا بعملها بالآلة بالطنبور ولا بالسقية ولا بكذا الى اخره، يبقى 5%. بالمطر، وده ما هوش موجود عندنا الا يمكن في حتت في مرسى مطروح او سيناء او كده، يبقى 10% من 650 دول. واتوا حقه يوم حصاده. طب والارض نفسها، انا اشتريت الارض دي ب 200 الف جنيه وبقت ب 400 دلوقتي، ولا اي حاجه ولا عليها زكاه. الزكاه على الثمره، على الثمر. والثمره دي اما الناتج منها المحصول، اما ان تكون حبوب بأنواعها المختلفة، وإما أن تكون تمر أو عنب. بس هم دول اللي عليهم الزكاة عند الشافعية. أبو حنيفة قال لا، البرسيم عليه زكاة. طب إزاي؟ 650 كيلو برسيم يبقى عليهم 5% إذا كانت بتروى زي ما احنا بنروي كده بالآلة، في مجهود وفي عامل بجيبه وبدفع تكلفة. صحيح. فبتتخصم. صحيح. ويبقى عليها 5% حين الحصاد. نعم. في اتصال من الأستاذ محمد. تفضل يا فندم. تفضل يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله لو سمحت انا ليا سؤال عن الدكتور الاسترالي. تفضل. ملاحظة بسيطة كده. السؤال الأول إن هو أنا كنت بشتغل وطلعت على المعاش وخدت مبلغ حطيته في البنك باخد العائد بتاعي عشان أعوض المعاش الضعيف. فهل أدفع زكاة عن المبلغ ده كل العائد ولا أعمل إيه؟ دي حاجة. الحاجة الثانية قال لما لقيته العذر الشرعي للسيدة 5 أيام في الشهر في السنة يبقى ب 12 15 ب 60. ملاحظة بسيطة كده مع التأدب مع العالم الكبير الدكتور علي. لا هي فكرة الحساب بس، يقول 5 في 12 5 أيام في، احنا بنتكلم على الصيام والصيام شهر رمضان بس. بالظبط حضرتك، ما احنا ما بنصومش ال 12 شهر. مظبوط، احنا بنصوم رمضان بس في السنة. بالظبط، فخمسة في عدد السنين فقط، يعني في عدد السنين مش في خمسة. صحيح. في السنة، علشان احنا بنصوم رمضان بس. اكيد بالظبط. طيب ال ال الحكم يطلع 10% على العائد، 10% على البنك. وده فتوى الشيخ عبد الله المشد رحمه الله تعالى، استاذنا ورئيس لجنه الفتوى وعضو مجمع البحوث. نعم مولانا الكريم، شرفت بلقاء حضرتك في هذا الوقت. بي. شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. ومشاهدينا الكرام، بعد الفاصل الدكتور اسامه الازهري يكون في ضيافه وفي حضره مولانا الشيخ، وان شاء الله يكون الحديث سري هنستمتع به بعد الفاصل ان شاء الله. ابقوا معنا.